متابعة لهذا الشأن، ينضم إلي ضيفي من لندن سيد يوسف ياسين عزيزي، باحث مختص بالشأن الإيراني. سيد يوسف مرحبا بك. إذا ألمانيا تتحفظ على المساهمة في مهمة بحرية أمريكية بمضيق هرمز، وتميل للمشاركة بمهمة أوروبية بناء على مقترح بريطاني، ما هي الأسباب برأيك؟ مرحبا بكم وتحياتي لمشاهديكم الكرام. أهم سبب للموقف الألماني الذي تحدثتم عنه هو مصالح ألمانيا الاقتصادية في إيران. في الواقع قبل أن تكون الصين المصدر الأول أو الشريك التجاري الأول في العالم لإيران، كانت ألمانيا تحتل هذا الموقف. فلهذا رغم كل العقوبات وسحب الشركات المختلفة من إيران بعد انسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي، لكن لا تزال ألمانيا لديها مصالح اقتصادية واسعة في إيران، وأيضا يعني تتوقع أن تكون لها مصالح في المستقبل القريب، ولهذا لا تريد أن في الواقع تتوتر علاقاتها أكثر فأكثر مع إيران. هذا أولا. وثانيا، ألمانيا تتصور أن إذا تحالفت مع الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في الخليج، نعم، هذا يعني تتصور أنه سينجر بالضرورة إلى مواجهة عسكرية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا أيضا السبب الثاني للموقف الألماني. إذن يعني الخطتان الأمريكية والبريطانية صراحة تختلفان، رغم أن الهدف واحد وهو حماية أمن الممر المائي في الخليج. سيد يوسف، يعني إذن بذلك لماذا هذا الخلاف في وجهات النظر الغربية حول هذه الأزمة؟ نعم، الخلاف يبدأ من أن أوروبا أي الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، في الواقع تحاول أن تبقي على استمرار الاتفاق النووي المبرم في العام 2015. فلهذا هي في الواقع ترسم استراتيجيتها في الخليج وفقا ل يعني وجودها في هذا الاتفاق النووي، فيما الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من هذا الاتفاق ولم تتقيد بهذا الاتفاق، فلهذا مستعدة إلى يعني أن مستعدة بل أعلنتها وتفعلها بما يسمى بالعقوبات القصوى، فيما أوروبا لا تعتقد بالعقوبات القصوى. فهذا في الواقع التفاوت والاختلاف الأساسي بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في موقف ما تجاه إيران. يعني إيران صراحة دكتور سيد عفوا سيد يوسف تهدد بأنها ستقلص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ما لم تتحرك صراحة الدول الأوروبية لحمايتها من العقوبات الأوروبية. هنا ما الدور الممكن لأوروبا أن تفعله في ظل الخلافات العميقة بين أمريكا والجانب الإيراني؟ فهذا هو السؤال الأساسي، ماذا يمكن أن تفعله أوروبا؟ أوروبا لو كان بإمكانها أن تفعل شيئا لفعلته لصالح إيران حتى اللحظة،
في الواقع الشركات الأوروبية الكبرى بل وحتى المتوسطة الحجم انسحبت من إيران وسكرت يعني شركاتها في إيران بعد انسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي. فهذه الشركات لا تريد أن تجازف في أي عمل يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فلهذا وأيضا الحكومات الأوروبية لا يمكنها أن تأمر هذه الشركات والبنوك بالعمل مع إيران، لأن هذه الشركات والبنوك نوعا ما معظمها شركات خاصة ولا تأتمر بأمر حكوماتها، بل هي شركات اقتصادية وترجح. ليس فقط هذه، أيضا الصين أيضا قلصت في الواقع استيرادها من النفط الإيراني بسبب خوف الشركات الصينية من العقوبات الأمريكية، وهي لا تريد أن تجازف حتى الشركات الصينية لأنه معظم تجارتها الرابحة والمربحة مع الولايات المتحدة وليس مع إيران. نعم، وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر سيد يوسف ياسين عزيزي، باحث مختص بالشأن الإيراني، حدثنا من لندن.